أول مرة طلعت مع أبوي بالسيارة كان هو حاب يعلمني تقريباً من 11 سنة. يعني أنا ماني متذكرة متى أول مرة كنت أبغى أسوق، بس أتوقع أنه كنت أول مرة جتني الرغبة وتشجيع من أمي وأبوي لما كان عمري 20 سنة. أول سيارة حلمت أن تكون عندي هي بنتلي. أول سيارة اشتريتها كانت روفر. أول شي بعمله لما أطلع السيارة أني أسمي بالله. يعني أنا لحد الآن ما أخذت ولا مخالفة الحمد لله في السعودية، بس أمس بالغلط غيرت لين و I think شفت الضابط قدامي. I think شفته بيسجل رقم لوحتي. صراحة يعني ما بتذكر أشياء مضحكة وأنا بسوق، بتذكر أشياء مخيفة في السعودية. يعني في مثلا كم مرة أنه أحد بيكسر علي بسرعة، أنه مثلا بحاول أغير لين ما حد، بحاول أغير لين ما حد بيعطيني مجال، بصير أنه أنا بضطر أنه في قانون دائما بسمعه هنا يقول لك الطريق يا أنا يا أنت، فصرت أحاول شوية أتعلم على هذا القانون. بس لا يعني بشكل عام يعني أتوقع الأمور سلسة يعني.